أكد سعادة المستشار راشد محمد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب جاهزية الأمانة العامة للنواب بكامل طاقتها وإمكانياتها المتاحة لبدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وحول هذا الموضوع معنا عبر سكايب سعادة المستشار راشد محمد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب. أهلا بك سعادة المستشار في نشرة الثالثة. هل توضح لنا كيف سيتم عقد جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس؟ بداية أوجه الشكر لكم على هذا اللقاء، حيث يتشرف مجلس النواب والشورى اليوم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي من الرابع من الفصل التشريعي الخامس. ويأتي هذا الافتتاح إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني المميز، ولا شك أن مضامين خطاب السامي الملكي سوف تكون خارطة الطريق للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكافة مؤسسات الدولة. بالنسبة لمجلس النواب والأمانة العامة، طبعا فإن بتوجيهات من معالي السيدة فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب تعاون مع ممثلين ومسؤولين الجهات الحكومية المختصة، نعمل جاهدين على إظهار هذا الحفل بمستوى الذي يليق بمقام راعي الحفل، ومن أجل ضمان نجاح هذه الفعالية وليبرز دور الكبير اللي تقوم به السلطة التشريعية وما تحقق من إنجازات ديمقراطية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة من المشروع التنويمي الشامل. أما فيما يتعلق في الجلسة الإجرائية اليوم، طبعا الجلسة هذه راح تكون جلسة حضوريا بعد جلسة مجلس الشورى إن شاء الله. طبعا اتبعنا فيها الإجراءات الاحترازية والتدابير اللي معتمدة من قبل الفريق الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة، وإجراء فحص مختبري لفيروس كورونا لأصحاب السعادة النواب وجميع منتسبي الأمانة العامة، والقيام بعملية تعقيم القاعة ومصاحب ذلك من الإجراءات. وأحب أنوه أيضا في هذا المقام أن الأمانة العامة تكملت كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية والإجرائية لتطوير سبل الدعم المطلوب لإنعقاد الجلسة واجتماعات أيضا اللجان حضوريا، وتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب السعادة النواب وتسهيل عملية الاجتماعات بإذن الله تعالى. نعم سعادة المستشار راشد محمد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.